وللحديث عن رفع قضايا دولية من قبل ذوي الضحايا لمحاسبة قادة الميليشيات والأحزاب المتهمين بارتكاب جرائم حرب وفساد في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب هناك الأستاذ صباح المختار. أهلا بكم سيدي. أستاذ صباح، إن كنت تسمعني بالحديث عن اللجوء إلى القضاء الدولي لشكوى ضد الفاسدين الحكوميين وزعماء الميليشيات، ما هي أسباب توجه إلى القضاء الدولي والمحاكم الدولية في الحالة العراقية؟ أولا يجب التفرقة بين حالتين، حالة موضوع الفساد والسرقات، والجانب الآخر هو انتهاكات حقوق الإنسان من التغييب والتهجير والقتل غير القانوني إلى آخره. يجب التفرقة بين هاتين الحالتين. الحالة الثانية اللي هي حالة جرائم، انتهاك جرائم حقوق الإنسان، قتل الناس وتغييبهم وسجنهم، هذه تخضع إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في هولندا، وهذه المحكمة لديها الصلاحية لمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم في أي مكان في العالم. هذا فيما يتعلق بجرائم الميليشيات المتعلقة بالجانب الجنائي. هناك الجانب الآخر وهو جانب الفساد، أي سرقة أموال الدولة، الرشوات، كافة الأمور التي تتعلق بسرقة أموال الأشخاص أو الدولة أو المؤسسات. هناك اتفاقية دولية وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. هذه الاتفاقية هي لسنة 2003 والعراق انضم إليها في سنة 2008. هذه الاتفاقية تلزم كافة الدول في العالم أن تتابع كافة قضايا الفساد الحكومي في أي دولة تجري تلك الجرائم. أي أن من يسرق أموال من الحكومة العراقية سواء كان لها علاقة بالنفط أو بالتجارة أو بأموال الأشخاص، لكل دولة من الدول التي تعلم بهذه الجرائم أن تتابع هذا الأمر وتحاكم هؤلاء الأشخاص. المسألة أن أغلب العراقيين الذين يمارسون الفساد ينقلون أموالهم أرجو المعذرة، ينقلون أموالهم إلى خارج العراق، من ينقلها إلى أوروبا أو إلى الدول العربية، إلى بيروت وإلى الخليج وإلى بقية المناطق. هؤلاء يظنون أنهم بمعزل عن هذا الأمر، خصوصا وأن عدد منهم يعتقدون أنهم لديهم الشطارة بحيث يسجنون العقارات والأموال بأسماء، أما أشخاص أو شركات أو أقارب أو شيء من هذا القبيل. هذه لا تنجح فيما يتعلق بموجب الاتفاق، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003، لأن هناك التزام قانوني مباشر على كافة هذه الدول. يعني من ينقل أمواله إلى لبنان فالحكومة اللبنانية ملزمة بموجب هذه الاتفاقية، لأنها وقعت على هذه الاتفاقية، أن تتابع هذه الأموال المسروقة. من يشاركون بالفساد يعتقدون أنهم يستطيعون نقل أموال عن طريق النقد، العملة بالشنط وغيرها، أو أن يقوموا بتحويلها إلى أموال آخرين، يظنون أن هذه تكفي. ولكن في حقيقة الأمر الآن النظام المصرفي العالمي وقواعد الهجرة في كافة دول العالم بما فيها لبنان ودبي وغيرها تستطيع متابعة أي أموال تنقل من بلد إلى آخر إذا كانت نتيجة عن استعمال فاسد للأموال. وفعلا مؤخرا قبل حوالي شهرين أو ثلاثة، واحد من العراقيين الذي كان متهما بالفساد فيما يتعلق بقضايا النفط في كردستان تم محاكمته وتم توقيفه وإجراءات مصادرة الأموال سائرة في هذا المجال. فهؤلاء الذين يظنون أنهم بمعزل عن هذا يجب أن يعلموا أن هذه الاتفاقية التي صادق عليها العراق والتي صدرت عام 2003 تلزم كافة الدول، ليس فقط العراق، وإنما تلزم هذه الدول التي وصلت إليها الأموال الفاسدة أو الأموال المسروقة أو الرشوات أو كافة الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالأموال. هذه الدول ملزمة
باتخاذ الإجراءات ملزمة، القانونية. لكن أستاذ صباح إلى أي مدى يمكن تطبيق ذلك في المحاكم الدولية وبالاستعانة بالشرطة الدولية إنتربول لإلقاء القبض على هؤلاء المتهمين واستعادة هذه الأموال لخزينة العراق؟ أولا الشرطة الدولية واستعادة الأموال هي مرحلة لاحقة لمقاضاة هؤلاء الأشخاص، لا يمكن فقط يعني أن تذهب الشرطة وتأخذ الأموال، يجب أن يصدر قرار قضائي في هذا الشأن. وكافة هؤلاء الأشخاص الذين مارسوا الفساد في العراق جميعهم وضعوا أموالهم في الخارج، يعني من قام بسرقة النفط، الذين يمارسون عملية سرقة النفط، هؤلاء وضعوا أموالهم في الإمارات العربية وفي دبي وفي لبنان وفي عمان وفي غيرها. هذه الدول، جميع هذه الدول لها الحق في متابعة هذه الأموال، لأنها ملتزمة، هي الدول ملتزمة، لا يهمها العراق ولا يهمها الأموال من أين جاءت ولا يهمها لمن تعود هذه الأموال. ما دامت هذه الأموال قد وصلت إلى تلك الدولة وكانت تلك الأموال هي أموال فاسدة، أما عن طريق سرقة أو رشوة أو غير ذلك، فعلى هذه الدول الحق والواجب أن تقوم باتخاذ الإجراءات. متى ما اتخذت هذه الإجراءات وصدرت الأحكام، فكافة هؤلاء الأشخاص إن لم يفقدوا أموالهم الآن سيفقدوها مستقبلا، لأنه بمجرد صدور الأحكام ستقوم هذه الدول بالسيطرة على الأموال، وبما أنها تعود للعراقيين أو تعود للدولة العراقية أو للمؤسسات العراقية، فالمحاكم ستصدر القرارات بإعادة الأموال لهذه الجهات، بالإضافة إلى تغريم وسجن هؤلاء الأشخاص. هذا هو الموقف فيما يتعلق بالقضاء الأجنبي الدولي. بالنسبة إلى محكمة لاهاي أو غيرها، هناك خلط عادة عند الناس، هناك نوعين من المحاكم في هولندا اللي هي المحكمة الدولية، إحداهما هي المحكمة الجنائية الدولية المختصة بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، وهناك محكمة أخرى تسمى محكمة العدل الدولية لا علاقة لنا بها، هذه تفض النزاعات بين الدول. ولكن كافة الدول الآن الموقعة على اتفاقية لعام 2003 مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لديها الصلاحية ولديها القدرة الآن الفنية بمتابعة الأموال ومتابعة من الذي حول لمن وكيف تم تحويل الأموال ومتى وصلت وكم دفعت المبالغ، ثم بعد ذلك تبحث من أين جاءت هذه الأموال. حينما يكون هناك عراقي الذي كان يمارس بيع التليفونات في بريطانيا أو كان يأخذ معونة اجتماعية في هولندا وبعد ذلك يقوم بإرسال أموال بالملايين إلى تلك الدول، هذه الدول تعلم يقينا، قد لا تتخذ الإجراء الآن ولكنها تعلم يقينا أن هذه أموال فاسدة، وتعلم يقينا كيف وصلت ومن الذي أوصلها ومن الذي ساهم في إيصالها. وعندها سيأتي دفع الثمن لهؤلاء الأشخاص. شكرا جزيلا لكم الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، كنت معنا عبر سكايب من هناك، شكرا جزيلا لك.